الدراسه اللي احنا عملناها لو محتاج صيانه الاعمال المدنيه هيكلف 60000 جنيه على المتر الطول، لو صيانه البوابات والاعمال الميكانيكيه 80000، لو المدني والبوابات 140000 على المتر، لو تغيير الانظار درجه اولى وثانيه. ليه بقى انا فرقتهم هنا اولى وثانيه وثالثه ورابعه وخمسه؟ دلوقتي درجه اولى وثانيه ده مثلا يعني ترعه نجاح حمادي، عايز اعمل انظاره على ترعه حاج اخمين مثلا، انظاره على ترعه نجاح حمادي، مش هينفع ان انا ما مشيش الفلو، فبالتالي عندي تكلفه كبيره بتاعت تحويل الميه، تكلفه الدي ووترنج، كل التكلفه دي بتدي سعر عالي قوي. انما لو عندي انظاره فتحه واحده عرضها 2 متر او متر، دي انا ممكن اعملها في الفتره اللي ما فيش فيها المنوبات، الفتره السنه الشتويه، واطلع تخلصي، فبالتالي التكلفه ممكن تبقى اقل. فمن هنا عملنا كده، قلنا ان احنا هنحط له 7% نسبه تضخم سنويا. فده بالنسبه بقى لكل السنين هنلاقي ان انا بضطر اضرب في الفاكتور دوت اللي بيعلي الارقام. عشان كده هنلاقي لو بصينا على التكلفه الكليه لعاش التاهيل بتاعت المناطق، انا بتكلم من سنه 2019 ل 2029 اللي انا بعمل الحاجات اللي هي لازم تتعمل بسرعه دلوقتي عشان الحق المناطق قبل ما تنهار مثلا، او الحق اعمل بوابات واظبطها. فمحتاج في اول 10 سنين ديت حوالي 280 مليون. واعتقد زي ما اتكلمنا عبد اللطيف بيه الرقم ده ممكن فعلا لما نتكلم 10 سنين متوفر حسب الميزانيه اللي موجوده، فممكن نعمل اللي هو الايميديت اكشن اللي هو التصرف السريع دلوقتي. بقينا بنعمل اكتر شويه بقينا 440 مليون، ليه؟ عشان في معامل تضخم. بعد كده في السنين اللي بعدها وصلنا 8 مليار، 3 مليار، 13 مليار، 30 مليار. دي حسابات مبدئيه طبعا وجايه تدقيقها في كل مرحله بنقعد ندقق، بس طبعا نتيجه زياده الاسعار الارقام بس. لما حبينا نعمل شرط يبين الكلام دوت، فابتدينا نشوف ديت اول طبعا انا كبرتها يعني بالمقارنه مع بعد 60 سنه ولا 60 سنه الارقام عاليه قوي بالمليار، وفي الاول هنا بالمليون قليل. فدوت اللي احنا بنشوف فيه هنا مثلا اعمال الصيانه الميكانيكيه، الصيانه الانشائيه، اعاده تاهيل الانظار الجديده.